السلام عليكم، بحلقة جديدة من شرح مكتبة الترانسفورمرز. في هذا الفيديو راح نتكلم أول شيء عن الـ performance and scalability. بالبداية، تدريب النماذج الترانسفورمرز الضخمة يعد تحدي بالنسبة لنا، صعب. بعض الأحيان ما ممكن أن ندرب نموذج ترانسفورمر بسبب أنه حجمه كبير جدا. بعض الأحيان قد تقلل الباتش سايز بمقدار كبير جدا فقط لأجل أنه ندربه، وهذا أيضا يؤثر على التدريب، عملية التدريب. وكذلك قضية الوقت المطلوب، الميموري اللي ذكرناها سابقا، كل ذني الأمور تأثر وتجعل عملية تدريب النماذج الترانسفورمر الضخمة صعب. ومو فقط عملية التدريب، وكذلك عملية الانفرنس أو عملية الاستخدام للنموذج أيضا بسبب احتياجات النماذج للترانسفورمر من الريسورسز وغيرها، أيضا يؤدي إلى أنه تكون البيئة مكلفة، البيئة اللي نشغلها بالنماذج للترانسفورمر. فهنا احنا راح نتعلم كيف أنه نحل بعض هذه النماذج من خلال نسوي بعض السيتينجز، فنقلل من تأثير ذني الأمور. وهنا راح يتم فصل الإرشادات الخاصة بكيفية التدريب والإنفرنس الاختبار إلى جزئين، جزء الترينينج بالبداية، بعد ذلك جزء الإنفرنس. مثل ما تلاحظ هنا، لما نشتغل على الترينينج راح نتكلم عن كيفية التدريب على سينجل جي بي يو، مالتي جي بي يو، تي بي يو وسبيشالايزد. بالانفرنس كذلك سي بي يو، سينجل جي بي يو، مالتي جي بي يو اند سبيشالايزد. كل واحد راح نتكلم بيه على حده، نتكلم عنه على حده. الامور اللي راح نتكلم عنها الان راح تكون هي نقطة الدخول اليك للاستفادة منهم في تدريب واستخدام نماذج الترانسفورمر. بالبداية، تدريب نماذج الترانسفورمرز بشكل كفو يتطلب منك اكسلريتور. شنو الاكسلريتور؟ هو شيء يسرع عمليه التدريب، على سبيل المثال جي بي يو او تي بي يو. الحاله الاكثر شيوعا بالنسبه لنا هو انه نمتلك فقط جي بي يو واحد، سنجل جي بي يو. لكن بعض الاحيان ايضا ممكن انه تمتلك اكثر من جي بي يو، وكذلك عندنا سي بي يو للتريننج تدريب. كل هذا وأكثر بعد موجود غيرهم. إحنا بالبداية راح نتكلم عن السينجل جي بي يو، وهنا حسب ما يقول إنه كل الاستراتيجيز اللي يتم مناقشتها بالسينجل جي بي يو سكشن، هنا على سبيل المثال الميكسد بوزيشن، الترينينج أو جريدينت أكيوميليشن، هي عامة ممكن تطبقها أيضا على المالتي جي بي يو وعلى التي بي يو وكذلك السي بي يو. فهنا بالبداية ننتقل للسنجل جي بي يو. Training large models on single GPU. كيف نقوم بتدريب نموذج ترانسفورمر كبير على جي بي يو واحد؟ وهذا الشيء يكون تحدي بالنسبة لنا، لكن هناك الكثير من الأدوات والطرق اللي تجعله ممكن. فهنا راح يتم استخدام Mixed Precision Training Method، كذلك الـ Gradient Accumulation Method و Checkpointing Method، Efficient Optimizers، وكذلك استراتيجيات أخرى to determine the best batch size. And هنا يعني كذلك راح نستخدم استراتيجيات معينة لاكتشاف أفضل batch size لتجنب المشاكل. راح نروح أول شيء للسنجل جي بي يو ترينينج سكشن. جيد، efficient training on single جي بي يو لازم نركز عليه لأن هذا عام ممكن نطبق أيضا على المالتي جي بي يو. هنا بهذا الجايد راح نركز على تدريب لارج موديل بشكل كفو على سنجل جي بي يو. وهذه الطرق أو المناهج اللي راح نستخدمها لا تزال فعالة، يعني تبقى فعالة أيضا في حالة أنه أنت قادر على التعامل أو استخدام أكثر من جي بي يو بنفس الوقت. لكن أنت كذلك يحتاج أنه
تكون قادر على الوصول الى additional methods واللي راح نناقشها بالمالتي جي بي يو سكشن. اوكي ناو هسه راح نتكلم عن ال بهذا السكشن راح ناخذ خدع بسيطه فيو تريكس لتقليل الميموري فوت برنت ونقوم بتسريع التريننج للنماذج الضخمه، نماذج الترانسفورمرز الضخمه، وكيف انه هذين الامور تم بناها بالترينر والاكسلريت. وكل واحدة من هذه الطرق ممكن انه تسرع وتقلل استخدام الذاكرة من قبل نماذج الترانسفورمرز. هذين الطرق هنا كالتالي: الميثود عندنا لجريدينت اكيوميليشن، جريدينت تشيك بوينتينج، ميكست بريسيشن تريننج، باتش سايز، اوبتمايزر تشويس، داتا لودر، سبيد ديب سبيد زيرو. نشوف هنا أنا مثلا هنا هذه ما تسرع، هاي الطريقتين ما تسرع. الميكست بريسيشن تريننج تسرع، الباتش سايز كذلك، الاوبتمايزر تشويس، الداتا لودر يسرع، لكن الديب سبيد زيرو ما يسرع. هنا أنا الطريقه الاولى الميموري، من ناحيه الميموري راح تقلل الاستهلاك الذاكره، الجريدينت تشيك بوينتينج ايضا هنا أنا هذه ما تاثر، الباتش سايز كذلك يقلل من استهلاك الذاكره، اوبتمايزر تشويس ايضا يقلل من استهلاك الذاكره، بالنهايه الديب سبيد زيرو يقلل من استهلاك الذاكره. جيد. الان اكو شغله واحده لازم نذكرها، انه الميكست بريسيشن تريننج صحيح هي انه ذكرنا بانه نو هي ما تاثر على استهلاك الذاكره، لكن بعض الاحيان تكون الحاله تاثر، فمو بشكل عام، لذلك خليناها بين هذين الاقواس. فهنا انا كتبت brackets means that it might not be strictly the case but is usually either not a main corner or negligible. يعني بشكل عام نقدر نهمل تأثيرها على استهلاك الذاكرة، أو يعني على تقليل استهلاك الذاكرة. قبل أن نبدأ بأنه نقوم باستخدام أو معرفة كيفية استخدام single GPU للتدريب، بالبداية لازم ننزل أو نضمن أو ننصب المكتبات الرئيسية اللي هي transformers, dataset, accelerate، وكذلك عندنا NVIDIA MLPY3. هنا NVIDIA MLPY3 library تسمح لنا انه نراقب الميموري يوزيج، يعني استهلاك الذاكره من قبل النموذج، من قبل النماذج من خلال بايثون. قد تكون انت عندك معرفه مع النفيديا اس ام اي كوماند اللي ممكن نكتبه ضمن التيرمينال، ف اللي يستخدم ايضا لمعرفه هذه الامور الخاصه بالذاكره. فهنا هاي اللايبرري تسمح لك انه توصل الى نفس المعلومات لكن من خلال بايثون بشكل مباشر، فنقدر نراقب استهلاك الذاكره للتاكد من كل طريقه وتاثيرها على استهلاك الذاكره في جي بي يو. بعد ذلك راح نقوم بتكوين دامي ديتا، يعني بيانات عشوائيه نستخدمها لتمريرها للنموذج. هنا راح نكون توكن اي ديز، we create random token IDs. هنا أنا راح نكون token IDs عشوائية ما بين 100 و30,000، وكذلك binary labels for classifier للمصنف، وكمجموع راح نحصل على 512 sequences. each كل واحد من السيكونسز ذني بلينث بطول 512. مثل ما تعرفون نماذج الترانسفورمرز تتوقع يعني انه طول السيكونس ما يتجاوز الماكس لينث اللي تتوقعه اللي تدربت عليه سابقا، ونقوم بخزنهم بالديتا سيت، استور ذم ان داتا سيت باستخدام بايتورش فورمات او بالبايتورش فورمات. المهم نقوم بتضمين numpy داتا سيت. هنا أنا بالبداية sequence length 512
كل سيكونس راح يكون لينكث مالته خاص ب 512. داتا سيت سايز ايضا 512 بمعنى 512 سيكونس 512 تكست. هنا قدامي داتا البيانات العشوائيه. الانبوت اي ديز راح نستخدم mp.random.rand integer. هنا انا راح نكون قيم عشوائية ما بين 100 و 30 ألف من ذني الانديسيز مثل ما ذكرنا انه التوكن اي ديز ما بين 100 و 30 ألف. فصارت عندنا input اي ديز لكل نص وكأنه سوينا توكنايزيشن يعني، والانبوت اي ديز جهز. الليبلز ايضا لكل سيكونس لازم نسوي ليبل. هنا الليبل راح يكون يا اما 0 أو 1 لي على اساس الداتا سايز او لكل سامبل من الداتا سايز او الداتا سيت. فهسه احنا عندنا الدومي داتا راح نحولها الى داتا سيت نقدر نتعامل وياها. فداتا سيت دوت فروم ديكشنري او فروم ذيس ديكشنري ونمرر الدومي داتا. فهسه عندنا الداتا سيت اللي كنا نستخدمها سابقا. نحول كل شيء الى باي تورتش لانه مثل ما تعرفون داتا سيت كنت تولد باي تورتش. وهنا احنا هنا نمباي اراي فلازم نسوي سيت فورمات بي تي باي تورتش. هسه هنا احنا نريد انه نقوم بطباعه سمري ستاتستكس يعني احصائيات ملخص احصائيات عن الجي بي يو يوتيلايزيشن عن الجي بي يو وشنو اللي جاي يصير بيه والتريننج ران باستخدام الترينر. فراح نقوم بتعيين 2 من الهيلبر فانكشنز 2 هيلبر فانكشنز للقيام بعمليه المراقبه. فبالبدايه from pi nvml import كل شيء راح نضمن كل شيء. هنا عندنا print gpu utilization استهلاك الجي بي يو او الاستفاده من الجي بي يو. هنا نكتب nvl int اللي هي من هذه المكتبه. هنا نسوي handler nvml device get handle by index 0 و information nvml device get memory info handle. هنا نخلي الاندكس الخاص بالجي بي يو بما انه عندنا جي بي يو واحد الاندكس مالته راح يكون 0. فهنا عندنا هاي الهاندل راح تفيدنا بمعرفه الامور الحجم الاستهلاك بالذاكره اللي تم استهلاكه من الذاكره. وهنا انفورميشنز فراح نقوم بطباعه هذه الامور انفورميشن دوت يوزد ايش قد اللي تم استخدامه راح يتم طباعته وراح نقسمه على 1024 مرفوع القوة 2 للحصول على الميجا بايت كم استهلاك بالميجا بايت. ممكن كذلك تسوي بالجيجا بايت. المهم حصلت على هذه الفونكشن راح تعطيك معلومات عن الجي بي يو. كذلك عندك هنا البرنت سمري تقوم بطباعة الخلاصة تستقبل الريزولت وهذه الريزلت دوت ماتريكس وترين ران تايم تقوم بطباعه الترين ران تايم وكذلك سامبلز بير سكند عدد السامبلز لكل ثانيه واللي هي ريزلت دوت ماتريكس وهنا الترين سامبلز بير سكند. هنا من خلال راح نعرف السبيد وهنا راح نستدعي الـ print gpu utilization كذلك هنا راح نستدعي هذه الدالة هنا فهي راح تعرض لنا الـ memory usage. فكل ذني الأمور هذه وهذه راح تطلع لنا كل شيء له علاقة بالـ gpu. زين نتأكد منها ونتأكد انه كل شيء صحيح وما في مشكلة. اول شيء gpu فارغ بما انه gpu فارغ فإذا استدعينا print gpu utilization راح يطلع لك 0 ميجا بايت بمعنى انه انت ما مستهلك اي شيء ماكو اي نموذج وما جاي يسوي اي تدريب وما جاي تستخدم الجي بي يو اصلا فراح تلقاه فارغ. هذا جيد. الميموري جي بي يو هسه غير مشغوله باي شيء وهذا الشيء اللي نتوقعه قبل تحميل النموذج. وهذه ما راح تكون الحاله
في حالة انه انت جاي تستخدم الجي بي يو في مهام ثانية، فلازم انه توقف كل المعالجات اللي جاي تجريها بالجي بي يو على مود تطلع لك صفر. ومو كل الفري جي بي يو ميموري ممكن تستخدم من قبل اليوزر. لما المودو يتم تحميله للجي بي يو، ايضا الكيرنلز يتم تحميلهن، واللي ممكن انه تاخذ الى 1 إلى 2 جيجا بايت من الميموري. خلينا نشوف، خلينا نحمل النموذج ونشوف to see how much it is we load a tiny tensor in the GPU. نحمل tiny tensor GPU tensor بسيطة صغيرة للGPU ونشوف إذا راح تزيد حجم استهلاك من الGPU. فمثل ما تلاحظ أول شيء راح import راح نسوي import للtorch، ننقل هاي السمول تنسور للكودا، وكذلك هنا للجي بي يو، يعني كودا بمعنى جي بي يو تو ديفايس تو جي بي يو. هنا راح نعرض النتيجة، والنتيجة راح تكون هذا الاستهلاك من الذاكرة واللي هو 1343 ميجا بايت. مثل ما تلاحظ الكيرنر بحد ذاتها اللي تم تحميلها والمكان اللي تشتغل عليه بالأكواد، الكيرنر بحد ذاتها هي تاخذ 1.3 جيجا بايت من الجي بي يو ميموري. طبعا هنا لو تنتقل ثلاث أماكن ثلاث مراتب، فهذا بالجيجا بايت هو 1.343 جيجا بايت، بالميجا بايت 1343 جيجا، أكبر من الميجا. فطبعا لأنه هي المصفوفة صغيرة جدا، فكل شيء ما تستهلك من الذاكرة يعني شيء مقدار كلش قليل، لكن هذا هو المساحة اللي ناتجة من الكيرنلز اللي تم تحميلها للجي بي يو. فهذا السبيس اللي استخدمه الجي بي يو هنا. طبعا لازم تركز كل ذني الامور راح ينعادن بالمالتي جي بي يوز. لود مودل، لود مودل شيء بسيط جدا احنا تعودنا عليه وتعلمناه، هو بالبداية ضمن الاوتو مودل فور سيكونس كلاسيفيكيشن كلاس، فتعرف هنا النموذج اللي راح تستخدمه لغرض تصنيف النصوص. هنا أنا راح تستخدم dot from pre-trained method لأجل تحميل النموذج وتخلي checkpoint name وتنقله للكودا للGPU، تستخدم ال print GPU utilization فتظهر لك النتيجة. إذا كان الكيرنر هو 1.3 جيجا بايت، فالباقي هو للنموذج. ف 2.6 ناقص 1.3 نقدر نقول بأنه 1.3 جيجا بايت للنموذج. فهنا نقدر نشوف بأنه المودل ويتس وحدهن تاخذن 1.3 جيجا بايت من الجي بي يو ميموري، من هذا السنجل جي بي يو. الرقم المضبوط يعتمد على جي بي يو اللي حددته للاستخدام. يعني بعض الأحيان قد تكون المقدار اللي تحمله أو المقدار اللي يشغله النموذج من المساحة يختلف حسب الجي بي يو، الجي بي يو المحدد للاستخدام. ولازم تعرف بأنه النيور جي بي يوز، الجي بي يوز الحديثة، بالنيور جي بي يوز النموذج ممكن بعض الأحيان يأخذ مساحة أكثر، لأنه الويتس الأوزان يتم تحويلها أو تحميلها بطريقة يعني محسنة اللي تسرع استخدام النموذج. يعني مثل ما تعرف هنا أنا راح أصير سرعة مقابل استهلاك ذاكرة، فإحنا لأنه الجي بي يو يكون سريع هنا فهو يحتاج استهلاك مساحة أكبر، أو النموذج يحتاج استهلاك مساحة أكبر لأجل أن يعمل الجي بي يو بسرعة. فهذا أحد مشاكل وفوائد أيضا، هي ممكن نحسبها مشكلة ونقدر نحسبها فوائد للجي بي يو الحديث. الآن هسه نقدر أنه نشيك ونشوف النتائج اللي راح نحصلها.
كذلك نقدر نشيكها من خلال كتابة الإعاز التالي NVIDIA-SMI. أيضا راح يعطيك معلومات عن الـ information عن الـ GPU اللي عندك والذاكرة اللي تم استهلاكها وغيرها من الأمور. المعالج هو GPU، الذاكرة اللي تم استهلاكها والمستخدمة هي 2 جيجا بايت.6. المهم هذني كل الأمور اللي لازم تعرفها. فهسه عندك طريقتين لمعرفة المعلومات، من استخدام الفانكشن اللي عندنا وباستخدام هذا الكوماند. الآن مثل ما تلاحظ حصلنا نفس الرقم، نفس النمبر اللي حصلناه من الفانكشن. الجي بي يو اللي تم استخدامه هنا بهذا بالاكسبرمنتس هنا بالموقع حسب الشخص اللي ناشر هذا المقالة أو الدوكيومنت، استخدم هذا الجي بي يو B100 جي بي يو واللي يحوي على مساحة ذاكرة قدرها 16 جيجا بايت. اوكي، فاحنا لازم حسب القابلية ذاكرتنا للخزن وغيرها من الامور لازم كلها نعير لها اهتمام، لان كلها تأثر على قضية تدريب نماذج الترانسفورمرز. الان نقدر نبدي التدريب النموذج ونشوف شلون الجي بي يو يقوم باستهلاك او استهلاك الجي بي يو للذاكرة، لذاكرة الاستهلاك النموذج لذاكرة الجي بي يو. بالبداية راح نقوم بتهيئة بعض الـ standard training arguments اللي راح نستخدمها خلال الـ experiments تجارب. default arguments عندنا الـ output directory، هذا الأمور نعرفها، evaluation strategy steps، number of epochs، log level error، report to none نخليها. هنا لازم تعرف أيضا ملاحظة مهمة بشكل عام، لأجل أنه تنظف الذاكرة، ذاكرة الجي بي يو بشكل مناسب بعد التجربة، احنا نحتاج أنه نسوي restart للبايثون كيرنل ما بين experiment و experiment ثاني. نسوي restart وبعد ذلك نقوم بعمل run لكل الستبس السابقة، وعلى اساس الاكسبرمنتس اللي نريد نسويه لاجل تنظيف الذاكره. ما نريد نخلي نموذج ورا نموذج ونموذج بالذاكره مالتنا لان تمتلئ، لازم نحذف النماذج اللي بالداخل. اكو طرق ثانيه من خلالها نحذف النماذج. اوكي، فانيلا تريننج، التدريب الطبيعي البسيط بدون طرق خاصه، اللي هو كالتالي. اول شيء هاي بالتجربه الاولى راح نستخدم الترينر وراح نقوم بتدريب النموذج بدون اي modifications، بدون اي تعديلات، والباتش سايز راح يكون 4. لاحظ الباتش سايز قد حجمه، قد مقداره قليل، يعني بكل خطوه تحديث نستخدم فقط 4 سامبلز، بسبب انه هاي النماذج تتاثر بشكل كبير بالباتش سايز. اذا كبرت احتمال انه تستهلك كل الذاكره وراح يتوقف الكود عندك وما يشتغل. من ضمن الامور الضروريه training arguments، trainer، login. هنا اللوجن دوت سيت verbosity error، المكان هنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي التريننج ارجيومنتس واللي هن شنو؟ الديفولت ارجيومنتس اللي سويناها سابقا، والبير ديفايس ترين باتش سايز يكون 4، بما انه احنا عندنا ديفايس واحد فراح نستخدم جي بي يو وندرب عليه. الترينر راح نهيئه، نمرر النموذج، الترين داتا سيت هي الدامي داتا سيت اللي سويناها وكل الامور الضروريه، نبدا عمليه التدريب ونطبع النتائج من خلال استخدام الـ print summary function اللي سويناها سابقا هنا بهذا المكان print summary، نمرر النتائج وعلى اساس النتائج results نروح للمترك، من المترك نروح لل train runtime ونروح لل train samples per second لمعرفة معرفة سرعة التدريب، وبالاضافة الى طباعة تشقد استهلاك من الذاكرة. فهذا اللي راح يصير، راح يطلع كل شيء. أول شيء التايم 57.82 samples per second، يعني تقريبا 8.86 samples لكل ثانية.
الجي بي يو ميموري اوكيبايد المحجوز من الذاكرة هسه تقريبا 14 جيجا بايت او تقريبا 14949 ميجا بايت. لاحظ انه الباتش سايز كلش قليل، ورغم انه هو قليل الا انه امتلأت الذاكرة، امتلأت الذاكرة ما بقى بس 2 جيجا بايت. فلما تكبر الباتش سايز هذا راح يؤدي الى تحسين عملية التدريب، لكن بسبب مشاكل الذاكرة راح تمتلي الذاكرة وتوقف التدريب، ماكو مكان مجال بداخل الميموري للجي بي يو لأجل القيام بعملية التدريب. فاحنا جاي نتأثر بشيء كبير كلش، نتأثر بقضية الباتش سايز، واللي راح لو كان كبير كان جعل التدريب أفضل، لكن بسبب مشكلة الميموري فاحنا جاي نعاني من هالناحية، فلازم نخليه قليل. مثاليا احنا نريد انه نقوم بضبط الباتش سايز للمودل بحيث انه ما يكون يراعي الليميتيشنز الخاصه بالجي بي يو، ان ما يتجاوز الليميتيشنز للجي بي يو، او عذرا هنا مثاليا احنا نكون نضبط الجي بي يو بحيث ما لنا علاقه بمحددات نضبط الباتش سايز وما لنا علاقة بمحددات جي بي يو، لكن واقعا يفرض عليك انه لازم انه انت تهتم بالجي بي يو، فما نقدر، ما عندنا حرية بتغيير الجي بي الباتش سايز بسبب مشكلة الجي بي يو ليميتيشنز. هنا الشيء المثير للاهتمام هو انه احنا استخدمنا ذاكرة من الجي بي يو اكثر بكثير من اللي يحتاجه النموذج. النموذج بحد ذاته هو ما يتجاوز 1.3 جيجا بايت، لكن شوف استهلاك الذاكره، استهلاك الذاكره هي 14 جيجا بايت. فشنو المشكله؟ ليش انه الذاكره هل قد تم استهلاكها فقط لانه احنا جايين ندرب، بينما لو فقط حجم النموذج نفسه ما يتجاوز 1.3 جيجا بايت. لازم نفهم هذا الشيء بشكل افضل، ليش هذه هي الحالة، ليش تم استهلاك هذا الكمية كبيرة من الذاكرة. لأجل فهم ذلك لازم نشاهد المودلز اوبريشنز، الأمور اللي تطبقها النموذج والميموري نيدز وحاجات الذاكرة. هنا راح نطب إلى عمليات النموذج اللي يتم إجراها. الترانسفورمرز اركيتكتشر يتضمن ثلاث مجاميع رئيسية من ال operations، العمليات operations grouped. هذني ال operations grouped تم تجميعهم على أساس ال compute intensity، كثافة الحسابات، العمليات حسب الكثافة الحوسبية لكل عملية. أول شيء عندنا ال tensor contraction، مثل ما تعرفون إنه إحنا عندنا linear layers، وكذلك عندنا عناصر من المالتي هيد اتنشن، كل ذن يقومان باجراء الباتشد ماتريكس مالتيبليكيشنز ما بين ماتريكس وماتريكس اخرى، نسوي باتشد ماتريكس اند ماتريكس مالتيبليكيشن. طبعا الباتشد ماتريكس هي الماتريكس اللي تحوي على الداتا، والماتريكس اللي تمثل مخرجات طبقه معينه نضربها بماتريكس أخرى اللي هي مثل النموذج أو الطبقة الثانية اللي بعده. فهذني شنو؟ عمليات حسابية جاي نجريهن داخل داخل النموذج. هذا عدا حجم النموذج وغيرها من الأمور، فإحنا جاي نمرر inputs، والinputs جاي تجري بها حسابات داخل النموذج. فهذه الحسابات اللي جاي نجريها هي الأكثر استهلاكاً من الناحية الحوسبية للتريننج ترانسفورمر، لتدريب النماذج. من الناحية الحوسبية هي الأكثر تأثيراً واستهلاكاً. كذلك عندنا الستاتستيكال نورماليزيشن، عملية النورماليزيشن الإحصائية على سبيل المثال سوفت ماكس واللينير نورماليزيشن. طبعا هذا يكون less compute intensive بسبب انه معاملات قليلة، المعاملات التدريبية الخاصة بالnormalization layers تكون قليلة
في الحسابات مالت النقل، فتكون مثل ما تلاحظ أقل من التنسور كونتراكشنز اللي ذكرناها سابقا، وتتضمن one or more reduction operations، تصير عملية reduction تقليل أثناء تطبيقهم. وكذلك عندنا الـ element wise operators، وهن عبارة عن الـ remaining operators اللي هن الـ biases، drop out، activation، residual connections، هذن الباقيات المعاملات الأخرى المتبقية اللي هن إن الأقل تأثيرا من ناحية الـ compute intensive operations. فعندنا ذن الأمور الثلاثة، هذا الأكثر تأثيرا واللي هي عملية إجراء الحسابات ما بين الـ linear layers أو الـ multi head attentions، هذن يستهلكن. بعد ذلك يجي بالدرجة الثانية الـ statistical normalization، والـ element wise اللي هو أقل تأثير أو الأقل واحد تأثيرا بذول الثلاثة، ثلاث مجاميع، واللي هو إلى علاقة بالطبقات الثانية الـ drop out، الـ activation وغيرها من الأمور. هسه تكلمنا عن الـ operations، خلينا نتكلم عن الـ models memory، الذاكرة للنموذج. شاهدنا بالـ training للنموذج، تدريب النموذج، هو إنه يستخدم ذاكرة أكبر بكثير من الذاكرة اللي يحتاجها النموذج بالـ GPU، يعني لتحميل أوزان النموذج، يعني الذاكرة اللي يحتاجها أكثر من الذاكرة المخصصة فقط لوضع النموذج بالـ GPU هاي أثناء التدريب. وهذا بسبب أنه الكثير من العناصر خلال التدريب تستخدم الـ GPU ميموري، كثير من العناصر خلال التدريب تستخدم الـ GPU ميموري، وهذه العناصر اللي راح تكون بالـ GPU ميموري اللي تستخدم الـ GPU ميموري هي كالتالي: الـ Model Weights تستخدم من الـ GPU ميموري، الـ Optimizer States حالة الـ Optimizer كذلك، الـ Gradients اللي هن الأوزان نستخدمها للتحديث أيضا تستهلك من ذاكرة الـ GPU، وكذلك الـ Forward Activations، الـ Activations اللي راح يظهرن بعد كل طبقة أيضا تستهلك من الـ GPU، الـ forward activation saved for gradient computation، هذني الـ forward activation نستخدمهن لحساب الـ gradient computation، هذني أيضا component أيضا تزود حجم استهلاك الـ GPU، وكذلك عندنا temporary buffers، هذني الـ buffers اللي يتم استخدامهن بشكل مؤقت، و functionality specific memory الوظائف المحددة للميموري أيضا تستهلك. المهم، فال typical model النموذج المثالي، النموذج الطبيعي اللي يدرب بالميكست بريسيشن باستخدام الادم دبليو ريكوايرز يتطلب 18 بايتس لكل model parameter بالإضافة إلى الactivation memory. فمثل ما تلاحظ 18 بايت لكل parameter خاص بالنموذج نحتاجها من قبل نستهلكها من قبل ال نقدر نقول الذاكرة بالإضافة إلى الactivation memory. للإنفرنس يعني لاستخدام النموذج على البيانات الاختبارية ما راح يكون هنالك Optimizer States، يعني ما عندنا تدريب، ولا راح يكون هنالك Gradients، لذلك نقدر إنه نزيل هذني من قضية حسابات استهلاك الذاكرة، لكن فقط هذه الحالة بالاختبار أو لما تريد إنه تخلي النموذج قيد العمل ما يحتاج بعد ندربه. لذلك بالنهاية راح نستخدم 6 بايتس لل
كل model parameter للـ mixed precision inference بالإضافة إلى الـ activation memory. يعني قصدي هنا أنا بالـ 18 bytes، هنا أنا أخذنا بنظر الاعتبار قضية الـ optimizer states وكذلك الـ gradients، لكن من تجي القضية للـ inference فما نحتاج فقط 6 bytes، لأن الـ gradients ما نحتاجها وما نحتاج كذلك الـ الاكتيف ال نقدر نقول ال اوبتمايزر ستيتس. خلينا نشوف التفاصيل هسه. المودل ويتس اوزان النموذج، البارامترز الخاصه بالنموذج 4 بايتس مضروب في عدد البارامترز الخاصه بالنموذج في حاله انه انت تقوم بالتدريب على الابي 32 وما تستخدم الميكست بريسيشن، ما قللت الميكست بريسيشن، ما سويت الميكست بريسيشن تكنيك، فتلاحظ بانه راح تزيد المساحه الخزنيه من الذاكره. لكن هنا المودل ويتس راح تكون هنا تكون 6 بايتس لكل weight مضروب في number of parameters for mixed precision training. مثل ما تلاحظ هنا راح تحافظ على انه النموذج يكون بال FP 32، الدقة مالته 32 بت، لكن اللي راح يصير هو انه راح يخزن 16 اف بي 16 بالميموري. فهذا الشيء مهم، يعني انه بالذاكره انت راح تخزن 16 لكن انت جاي تشتغل على اف بي 32، وهذا الشيء جيد، يعني راح تحصل نفس النتائج وفقط انت سويت الاربعه صارت 6 هنا، هذه هي. فهنا راح تضربها في 16، هنا راح تضربها في ال عدد البارامترز، وكل بارامتر راح يكون عبارة عن 32 بت، لكن داخل الذاكرة راح يكون 16 فراح يكون حجمها أقل. بينما هنا لا، راح تضرب 4 بايتس في عدد البارامترز اللي كل واحد منهم راح يكون هو 32 تريننج. فهو مثل ما ذكر هنا يحافظ على نموذج يكون بال FP 32 وكذلك واحد اخر نموذج اخر اللي هو نفسه بس يكون بال FP 16 بالميموري. هنا الاوبتمايزر ستيتس 8 بايتس في عدد البارامترز للنورمال ادم دبليو، واللي تحفظ او تحافظ على 2 ستيتس. هنا هاي 8 بايت في عدد البارامترز للادم، كذلك عندنا ال 2 بايتس مضروب في النمبر اوف بارامترز فور 8 بت ادم اوبتمايزر. هنا الادم اوبتمايزر يكون 8 بت، وكذلك عندنا 4 بايتس مضروبة في عدد البارامترز للأوبتمايزر مثل حالة الـ SGD Optimizer واللي يكون مع مومنتوم، هذا الأوبتمايزر يكون with momentum واللي يحفظ 1 state. عندنا الـ Gradients اللي هن 4 بايتس مضروب بالـ Number of Parameters لل FP 32 او للميكست بريسيشن تريننج. وهنا الجريدينس دائما يتم حفظها بال FP 32. جيد.
عندنا كذلك الفورورد اكتيفيشنز، السايز الخاص بهن يعتمد بشكل رئيسي على السيكونس لينث، اللينث الخاص بالسيكونس، والهيدن سايز، والباتش سايز، على ذن العوامل الثلاثة. وهنالك انبوت واوتبوت واللي يتم تمريرهن واخراجهن من خلال الفورورد وكذلك الباكورد فانكشنز والفورورد اكتيفيشنز، كلهن سيفد يتم حفظها لاجل الجريدينت كومبيوتيشن، لحساب الجريدينت. اوكي، هذين الفورورد اكتيفيشنز نحتاجهن لحساب الجريدينت، الجريدينتس اللي نستخدمها لتحديث الاوزان. تمبوراري ميموري كاضافه، هنالك الكثير عديد من انواع التمبوراري فاريبلز، الفاريبلز المؤقته واللي يتم اطلاقها او يتم الغائها يمكن لما تنتهي الحسابات، لكن بلحظة معينة هذني ال variables تحتاجن إلى ميموري إضافية أو تستهلك من الميموري، أو قد تقوم ب إرسالهن إلى OOM. هذن ياخذن جزء يعني مؤقتا يبقن بالذاكرة بعدين ينحذفن. Functionality specific memory، قد يكون السوفتوير الخاص بك يحتاج special memory needs، متطلبات ذاكرة خاصة. على سبيل المثال لما تقوم بعمل توليد نصوص لازم تستخدم البيم سيرش، فالسوفتوير يحتاج انه يقوم بعمل او يحفظ multiple copies، نسخ متعددة للانبوت والاوتبوتس، فبهاي الحالة ايضا هذا راح يستهلك ذاكرة. وكذلك عندنا هنا الفورورد vs backward execution speed، للconvolutions واللينير layers يكون انه عبارة عن 2 times flops، يعني 2 flops بالباكورد من ناحية السرعة، بالباكورد يعني بعملية الباكورد أو الباك بروبوجيشن، مقارنة بالفورورد يعني يكون أبطأ، واللي هو بشكل عام راح يترجم إلى 2 في slower، يعني السرعة أو البطء يكون مضاعف، يعني كمية البطء تكون أبطأ مرتين. وبعض الأحيان يكون أكثر من مرتين أبطأ بسبب أنه أحجام الباكورد قد تتغير، يعني قد تكون أكثر أكبر أو تكون غريبة، يعني أحجام الباكورد. وكذلك activations عادة ما الباندويث يكون limited، الباندويث لين يكون limited، وتكون typically للاكتيفيشن انه تقرأ الكثير من الداتا، انه تقرأ كثير من الداتا للباكورد مقارنة مع الفورورد. الاكتيفيشن فورورد reads once، يتم قراءتها مرة واحدة، بينما ويتم كتابتها مرة واحدة. activation بالباكورد تنقرأ مرتين، والgradient outputs والoutput الخاص بالforward، وكذلك writes once يتم كتابتها مرة واحدة.
وكذلك عندنا الجريدينت انبوتس. هنا هنالك الكثير من الامور اللي لازم او اللي ممكن انه تنحفظ بالجي بي يو ميموري، او ممكن انه سبيد اب اوبريشنز. هسه خلينا نبلش بالسمبل اوبتمايزيشن. ابسط طريقه للاوبتمايزيشن هو اختيار الرايت باتش سايز. شنو اختيار الرايت باتش سايز؟ هو ابسط طريقه واكثر كفاءه للتعامل مع قضيه الذاكره. هنا أنا مثلا تغير الباتش سايز الى انه تحصل على افضل اداء. فممكن تبدا بثمانية، او ممكن تبدا باتش سايز اكبر استنادا للهاردوير اللي عندك. على سبيل المثال بالفول كونكتد لايرز نيفيديا بروفايدز جهزنا بمقترحات عن الباتش سايز بال تنسور كور ريكويرمنتس. هنا الديفاين مالتيبلاير بيزد اون ذا دي تايب اند هاردوير، على سبيل المثال اف بي 16 وال مالتيبل اوف 8 از ريكومندد. لكن من يكون الجي بي يو عندك اي 100 فراح يكون 64. الباتش سايز اللي ممكن تستخدمه عندنا كذلك الجريدينت اكيوميليشن. الفكره خلف الجريدينت اكيوميليشن هو انه بدلا من انه تقوم بحساب الجريدينت لكل الباتش، لكل الباتش المدخلة دفعة واحدة، هو انه تقوم بتقسيم هاي الباتش الى اجزاء وتسويها بشكل smaller steps. بهذه الطريقة راح تتجنب يعني استهلاك كثير من الذاكرة، يعني تسوي حساب الجريدينتس على شكل مراحل. فهنا الطريقة هي انه راح يتم حساب الجريدينتس iteratively بشكل يعني مراحل ب smaller patches، يعني الباتش اللي تجي تقسمها الى باتشز اقصر اصغر من خلال القيام بعمل forward and backward pass خلال النموذج، وتسوي accumulating للgradients لكل small batch، يعني تجمع الgradients لكل small batch وطلع النتيجة. طبعا هاي النتيجة ممكن ما تحصلها اذا مررت كل الباتش كاملة، ممكن النموذج ما يقدر يشتغل عليها. ولما يتم حساب قدر كافي من الجريدينتس من الاكيوميليتد جريدينتس، فاحنا راح نقوم بعمل رن للاوبتمايزيشن ستيب لتحديث الاوزان. بهذه الطريقه ممكن احنا بسهوله انه نزيد الباتش سايز بدون ما نعاني من مشكلة انه شلون نحسب الباتش سايز وغيرها من الامور، لانه جزينا الباتش سايز الى اشياء او اشكال اصغر. لكن اكيد ان الوقت راح يكون اطول لانه انت كل باتش راح تقسمها الى باتشز سمول باتشز. فهنا الاوفرول باتش سايز ممكن انه تكبر حجمها، ممكن تمرر باتش سايز ممكن هي اصلا ما ممكن انه تحسب لها جريدينتس بدفعه واحده، ممكن تمررها للجي بي يو ميموري بدون اي مشكله. لكن عيب هذه الطريقه هي انه راح تسوي اضافه للفورورد والباكورد باسز، يعني راح تسوي الكثير من الفورورد والباكورد باسس، فهذا راح يؤدي الى بطء عملية التدريب. طبعا من ناحية الكونفرجنس راح يكون افضل. هنا
نقدر نستخدم الـ gradient accumulation بالترينر من خلال ببساطة نقوم بإضافة الـ gradient accumulated steps argument للـ training argument لأجل أنه القيام بهذه الخدعة البسيطة. فهنا الـ training argument أول شيء احنا عندنا الـ pair device train batch size خلينا واحد، والـ الـ gradient accumulated accumulation steps 4. فاحنا الـ يعني وكأنه راح نسوي الخطوات التالية نفس اللي ذكرناها، الباتش نقسمها إلى باتشز أصغر ونمررها خلال النموذج. فهنا النتيجة هي كالتالي، مثل ما تلاحظ الذاكرة ايش قد استهلاكه، جي بي يو ميموري اكيوبايد شيء بسيط جدا هنا او تقريبا 8 جيجا بايت. فهنا نقدر انه نشوف بانه الميموري فوت برنت تم قلت بشكل كبير جدا بسبب هذه الخدعة. لكن من ناحية الـ samples per second ف 7.75 صار من ناحية السرعة. فهنا هنا قللنا سرعة العمل، لكن بحساب انه نقلل يعني صار النموذج من ناحية العمل يكون أبطأ، لكن من ناحية استهلاك الذاكرة يكون أفضل، ما يستهلك ذاكرة هواي. هسه هنا أنا سابقا هسه بشكل عام هنا احنا دربناه على the batch size يكون 4. هنا اللي صار هو انه احنا دربنا النموذج على batch size 4. هسه احنا قلنا batch size يساوي 1 صحيح، لكن the gradient accumulation steps تساوي 4، بمعنى هسه batch size صارت 4 لانه احنا ننتظر 4 باتشز تجي من سايز واحد. فصارت عندنا كل باتش يعني تحوي على سامبل واحدة. بعد ذلك نمرر من خلال النموذج ونسوي gradient accumulation، فراح تظهر لنا النتيجة النهائية راح تصير وكأنه الباتش سايز 4. نفس الشيء هنا في حالة طبعا قبل من كان باتش سايز يساوي 4، لو نجي نشوف النتائج شوف ايش قد استهلاك الذاكرة تقريبا، يعني بما ان احنا 16 جيجا بايت الجي بي يو عندنا هنا، فتقريبا 14 جيجا بايت قريب جدا من 16 جيجا بايت. فبالتالي يعني 4 باتش سايز يساوي 4 تكون مشكلة بالنسبة لنا في حالة عدم استخدام الجريدينت gradient accumulation، لكن نانا استخدمناها فالاستهلاك الذاكرة أقل تقريبا للنصف. ففي حالة مثلا ردنا نسوي batch size 46 أو 64، طبعا هنا إذا استخدمنا طريقتنا القديمة فما ممكن إنه ندرب الترانسفورمر أو نستخرج الجريدينتس ل 64 سامبل دفعة واحدة، لأنه راح تمتلئ الذاكرة ويتوقف التدريب. ف تقدر تسوي هاي الطريقة البسيطة، وانه تخلي الباتش سايز واحد وتخلي الـ gradient accumulation steps تساوي 64. وطبعا كطريقة اكفأ من هذه، بما انه انت متأكد انه اذا الباتش سايز تساوي يعني اذا كانت الباتش سايز حجمها 4 ما راح يخلي نموذجك يملأ الذاكرة بشكل كامل مثل ما لاحظنا سابقا، فالأفضل إنه يسوي الـ pair device train batch size يساوي 4 والـ gradient accumulation steps تسويها 16. فـ 16 في 4 النتيجة راح تساوي 64. هذه الطريقة تكون أكفأ، لأنه من الأفضل إنه لما تستخدم الـ GPU إذا كان حجم الـ batch نوعا ما كبير فعملية الحساب تكون أسرع من ما batch بسامبل واحدة، فتستفيد من هذا الأمر. فهنا مثل ما مكتوب هنا يقول بأنه راح يكون نفس الإفكتيف نفس التأثير الباتش سايز اللي تخليها 1 وهناك 64، لكن راح يكون الاستخدام أفضل.
better use of available GPU resources. استخدام أفضل للـ GPUs. لأن الـ GPUs تحب إنه تكون الباتش سايز اللي تدخلها كبيرة عمود تكون أسرع بالعمليات اللي تجريها عليها مما تستخدم باتش واحدة. فهنا أنا من ناحية السرعة شوية راح نحسنها. الآن راح نتكلم عن تريك ثانية اللي نستخدمها للحفاظ على جزء من الـ GPU، ذاكرة الـ GPU، واللي تدعى بالـ Gradient Checkpoints أو Checkpointing. هاي الـ Gradient Checkpointing، فإحنا لما نقوم بعمل Setup للـ Batch Size، نحدد الـ Batch Size بأنه يساوي واحد، نسوي يساوي واحد، ونستخدم الـ Gradient Accumulation، فإحنا لا نزال ممكن أنه نخرج أو نملأ الذاكرة بشكل كامل في حالة النموذج جدا كبير، حتى لو الباتش تحوى على فقط السمول باتش تحوى فقط على عينة واحدة، ممكن أنه الذاكرة تمتلئ مالتنا، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. فهسه بشكل طبيعي لحساب الجريدينس خلال الباكورد باس، فكل الاكتيفيشنز فروم فورورد باس بشكل طبيعي راح تكون محفوظة، لأنه نحتاج لحساب الـ gradients، وهذا قد يسبب أنه big memory overhead، بمعنى أنه راح نستهلك من الذاكرة للـ gradients وكذلك لذني الـ activations اللي تم استخراجها من الـ forward pass. فكطريقة بديلة نقدر انه ننسى ذني الـ all activations اللي حصلناها خلال الـ forward pass، ونحسب هذني الـ forward gradients فقط عند الحاجة خلال الـ backward pass. طبعا الـ backward pass، بالـ backward pass احنا نحتاج الـ هذني الـ activations، الـ forward activations، فاحنا حسب الحاجة راح نقوم بحسابهم، ما راح نحسبهم كلهن ونحفظهن، وإنما نحسب اللي نحتاجه. طبعا هذا من ناحية الـ computational، من ناحية الحسابات أيضا راح يكلف، وبما أنه راح يكلف من ناحية الحسابات فراح يكون التدريب بطيء، لكن هذه الطريقة راح تقلل إمكانية انه النموذج ما يتدرب، او انه النموذج يملأ الذاكرة ملأ كامل. هذه الطريقة راح تتأكد بانه النموذج راح ممكن يتدرب على الجي بي يو الخاص بك. عندنا كذلك هنا الجريدينت تشيك بوينتينج، اكو استراتيجيتين او نهجين هنا يستخدمن بالجريدينت تشيك بوينتينج تريك، ما راح نتكلم عنه الان، لكن هي الفكرة العامة لأجل أنه نقوم بتفعيل الـ Gradient Checkpointing بالـ Trainer. فإحنا نحتاج أنه نقوم بتمرير أو تمرير الـ Argument اللي يمثل هذه الطريقة للـ Training Arguments Class، وهذا اللي راح يصير لنا gradient checkpointing يساوي true. هسه احنا استخدمنا الـ gradient accumulation steps وكذلك الـ gradient checkpointing، طبعا راح يأثر على الوقت، وخلينا نشوف التأثير. وهذا هنا هو التأثير، صار 85 التايم، والعدد السامبلز اللي تم معالجته للثانية هو 5.99، بمعنى انه النموذج من ناحية سرعة التدريب صار أبطأ، لكن من ناحية الذاكرة المشغولة صارت أقل، الذاكرة المستهلكة، فالنموذج صار قليلا أبطأ، لكن من ناحية استهلاك الذاكرة صار أقل. بشكل عام هذه الـ gradient checkpointing ممكن تقلل السرعة بمقدار 20%.
هسه خلينا نشوف طريقة ثانية ممكن تساعدنا بتحسين سرعة النموذج. Floating Data Types. الفكرة هنا هو انه الفكرة من الميكست بوزيشن تريننج هو انه ليس جميع الفاريبلز تحتاج انه تنخزن بهذا الحجم بال 32 بت. مرات هذا يعني زيادة، يعني ما نحتاج هذه الدقة بهذه الفلوتنج بوينت بوزيشن لذن الفاريبلز. فاذا نقدر انه نقلل البوزيشن الخاصة بالفاريبلز فالكمبيوتيشنز راح تكون اسرع، بما انه الحسابات راح تصير اقل فالكمبيوتيشنز راح تكون اسرع. فهسه خلينا نشوف الطريقة العامة للفلوتنج بوينت داتا تايبس تشويس، الخيارات للفلوتنج بوينت داتا تايبس واللي تأثر على كل من السرعة واستهلاك الذاكرة. بالبداية عندنا ال FP floating point 32 float 32 float 16 float 6 هنا عندنا B float 16، كذلك عندنا TF 32 واللي هو عبارة عن Coda internal data type، data type خاص بكoda داخلي. وهذا هو الدايجرام اللي يبين كيف انه ذني الداتا تايبس مرتبطات مع بعضهن، علاقتهن مع بعضهن. عندك ال FP32، ال FP32 عندك هذا ال ساين بيت والرينج بيت 8 بيت والبريسيشن واللي هو 23 بيت. اوكي، ذني ارقام تكون بشكل ارقام عشرية. وكذلك الحال عندنا التنسور فلوت 32 اللي هو تنسور فلوت 32 هذا الساين بيت 8 بت و10 بت بريزيشن. عندك ال FP16 هنا قللنا هذا الرينج الى 5 بت والبريزيشن الى بقى 10 بت. عندك ال B float 16 BF16 عندك هنا صار هذا 8 بت وهذا صار 7 بت البريزيشن، البيتس الخاصة بالبريزيشن هذين علاقتهم مع بعضهم. طبعا هذا يكون الأكثر دقة الـ FP32، لكن يستهلك ذاكرة والعمليات اللي تجرى بيه راح تكون تستهلك وقت أكثر لأنه هواي أرقام لازم تجرى عملية الحساب بيناتهم. طبعا الـ FP16 والـ FP32 كانت موجودة لفترة معينة تم استخدامها، لكن الآن اللي تم استخدامه هو البي اف 16 والتي اف 32 ببناء الجي بي يوز وكذلك التي بي يوز. التي بي يوز تدعم البي اف 16 كذلك. هسه خلينا نتكلم عن الاف بي الفلوتنج بوينت 16 تريننج. الفكرة هنا من الميكست بريسيشن تريننج هو انه مو كل الفاريبلز راح نخزنها ب ان فول 32 بت فلوتنج بوينت بوزيشن. راح مثل ما ذكرنا انه الفاريبلز اللي ما تحتاج هذه الدقه العاليه راح نقلل دقتها، فنقللها لاجل الحصول على سرعه اكبر ومن ناحيه استهلاك الذاكره راح يكون اقل. الادفانتج الرئيسيه من حفظ الاكتيفيشنز الخاصه بالنموذج بطريقه ال 16 بت بريسيشن هو هذه الادفانتج الرئيسيه، لانه من لما تحفظها بالطريقه اكيد راح استهلاك الذاكره راح يكون اقل. لكن الجريدينتس ايضا راح يتم يعني حسابها بالهالف بريسيشن، وهي يعني يمكن تكون مشكلة لأنه قضية تحديث الأوزان يحتاج أن تكون دقة عالية. فهنا بالرغم من أنه الجريدينتس أيضا راح يتم حسابها من خلال الهالف بريسيشن عن طريق أكيد الاكتيفيشنز، لكن راح يتم إرجاعها
الى الفول بوزيشن لما نريد نسوي الاوبتمايزيشن ستيب. فبهذا الجزء احنا ما راح يعني نستفيد من هذا الجزء، راح نستفيد فقط من قضية الاكتيفيشنز من ناحية تقليل حجمها. لكن بالجريدينتس لا، الأمور راح تكون مختلفة، راح ترجع الحجم نفس ما هو بالجريدينتس لإجراء خطوة التحديث للأوزان. وطبعا لأجل جعل الاكتيفيشنز يكون مثل ما نقول بال 16 بت وكذلك ال 32 بت، فاحنا نحتاج نسوي التالي. راح نحتاج انه المودل نسوي له كوبي، او راح يتواجد المودل على الجي بي يو بصيغتين، بصيغه ال 16 بت وال 32 بت بريسيشن. من هذا النموذج راح ناخذ اللي نقدر نقول الاكتيفيشنز، وهذا هو النموذج اللي نسوي له مثلا التحديثات، النموذج الاصلي مالتنا. فبهالحاله هذا ممكن ايضا انه ياخذ من الذاكره تقريبا حوالي 1.5 في الاوريجينال موديل بالجي بي يو. هاي القضيه انه تلقاه بصيغتين راح يستهلك ذاكره بمقدار 1.5 في حجم النموذج الاصلي بالجي بي يو اللي هو كان 1.3، ف 1.3 في 1.5 وشوف الحساب جديد راح يصير. هذه زياده اضافيه بالحجم. فنقدر نقول انه المكس بريسيشن من ناحيه استهلاك الذاكره ما راح تفيدنا، يعني ما راح تحسن قضيه استهلاك الذاكره، لانه يعني حتى الجريدينتس راح تحافظن على البريسيشن مالتهم، بس من ناحيه الكمبيوتيشن تايم اللي نحتاجه لحساب الجريدينتس راح يكون قليل بسبب انه البريسيشن مال الاكتيفيشنز يكون قليل. فهذه هي خصوصا ويا السمول باتش سايزز. فهسه الان بما انه بعض الكمبيوتيشنز بعض الحسابات يتم اجراها على فول يعني 32 بيتس، وبعض الحسابات يتم اجراء على الهاف بريسيشن، فلذلك هذا السبب سميناه ميكست بريسيشن تريننج. بعض الحسابات على ال 16 بت وبعض الحسابات على ال 32 بت. شلون نقوم بعملية الانيبلنج للبريسيشن تريننج؟ هذا بسيط. عندك argument اللي هو هذا بالتريننج arguments اللي هو FP16 سوي ترو، فانتهت القضية ما بي اي صعوبة، وتقوم بإجراء عملية التدريب. فركز هنا على التايم واللي هو شقد صار 27.46 من ناحية السرعة كبيرة، السرعة كبيرة تحسنت صار أسرع 18 سامبل لكل أو 18 عينة في كل ثانية، لكن جي بي يو ميموري اكيوبايت ازداد حجمها صار 13.9. طبعا هنا أنا ما استخدمنا أي شيء من اللي ذكرناه سابقا، الجريدينت اكيوميليشن ستيبس ما استخدمناها، ولا استخدمنا الجريدينت تشيك بوينت اللي تعتني بقضية استهلاك الذاكرة. فالآن راح نسوي هذا الأمر. لاحظ انه الـ pair device train batch size وغيرها من الأمور زودت السرعة، صارت تقريبا 10 سامبل، لا تزال يعني السرعة عالية بسبب الـ FP16 bit. فجاي تلاحظ بأنه جاي يتم معالجة 10 سامبلز خلال كل ثانية واللي هو أعلى من البداية، وكذلك استهلاك الذاكرة قليل واللي هو تقريبا 7 جيجا بايت، فهذا جيد جدا. فبشكل عام هذا التدريب من جميع النواحي أصبح أفضل من ناحية السرعة والاستخدام أو الذاكرة المستخدمة. خلينا نتكلم عن الـ FP16.
في حالة أنه أنت تمتلك أمبير أو نيور هاردوير يعني جي بي يو حديث، ممكن أنه تستخدم بي أف 16 للقيام بالتدريب والإيفاليويشن. بينما البي أف 16 من ناحية البريزيشن يكون قليل مقارنة من الاف بي بريزيشن. خلينا نشوف البي اف 16 من ناحية البريزيشن 7، بينما مثل ما تلاحظ هنا فهنا من ناحية البريزيشن يكون اقل او اسوأ من ناحية البريزيشن مقارنة بالاف بي 16، لكن من ناحية الدايناميك رينج فراح يكون اكبر. ففي حالة انه سابقا ممكن تتعرض لقضية الاوفر فلو ايشوز، قضية مشكلة الاوفر فلو، فبسبب انه الدايناميك رينج للاف بي للبي اف 16 كبير، فهو راح يمنع هذه المشكلة، حيث انه اكبر رقم ممكن توصل له بالاف بي 16 هو 65535، بينما ويعني اي رقم اكبر من هذا راح يسوي مشكلة الاوفر فلو وتوقف عملية التدريب، بينما بالبي اف 16 اكبر رقم فد رقم عملاق 3.39 × 10⁻³. واللي هو تقريبا يكافي ال FP32 من ناحية الدايناميك رينج، لأنه كلاهما يمتلكان 8 بيتس رينج. أوكي، فإذا تريد تستخدم واحد على حساب الآخر فكل واحد وله ميزاته وإلى عيوبه. مثلا أنت عندك قلنا جي بي وحديث، فممكن تكتب بي اف 16 تساوي ترو بدل من اف بي 16 بي اف 16 لتجنب مشكلة الاوفر فلو. تي اف 32 داتا تايب اخر، عندنا الامبير هاردوير يستخدم ماجيكال داتا تايب، داتا تايب سحري يدعى بالتي اف 32. هو يملك نفس النميريكال رينج الخاص بالاف بي 32 واللي هو 8 بيتس، لكن بدلا من 23 بيتس بريزيشن فهو يمتلك 10 بيتس بريزيشن مثل حالة الاف بي 16. وبشكل عام هو يستخدم فقط 19 بيت لتمثيل الارقام، وهو يكون سحري في حالة انه انه انت تقدر تستخدم ال FP32 الطبيعي بالتريننج وكذلك بالانفرنس كود، واذا قمت بجعل ال TF32 ترو فممكن انه تحصل على تحسن بمقدار 3 أضعاف. كل اللي تحتاجه لأجل القيام بذلك هو أنه تكتب torch.backends.coda.matmo.allowTF32 يساوي ترو، فقط هذا. مثل ما تلاحظ هذا هو التنسر فلو 32، الدايناميك رينج عندك 8 بت مثل حالة الـ FP3، ونفس الوقت البريزيشن مثل الـ FP16، فتقدر تستخدمه ويكون أفضل من ناحية استهلاك الذاكرة أو من ناحية الكمبيوتيشنز الحسابات تكون جيد. فلما تقوم بهذا الأمر وتقوم بعمل ران فكودا مباشرة تلقائيا راح يحول لل TF32 بدلا من ال FP32. طبعا هذا الطريقة تفترض بأنه تمتلك أنت جي بي يو من امبير سيريز اللي تدعم هذا الداتا تايب. طبعا مثل كل الحالات المعروفة هو انه تقليل البريزيشن قد
يفيدك وقد ما يفيدك، يعني يفيدك من ناحية السرعة وهاي، لكن بعض الأحيان قد ما يفيدك، فأنت مجرد لازم تجرب وتشوف، يمكن أن يأثر على النتائج أو غيرها من الأمور، فأنت لازم تأخذ هذا بنظر الاعتبار وتجرب. فبشكل عام حسب الانفيديا ريسيرش، فانه اغلب المشين ليرنينج تريننج ينبغي ان لا يتاثر ويظهر نفس السلوك لما انت تدرب على اف بي 32 او على الاف بي 64، لكن مثل ما قلت انه لازم تقوم بالتجربه. فاذا انت الان تستخدم اف بي 16 او بي اف 16 ميكست بريسيشن، فهذن الأمور راح تساعدك بتحسين السرعة من ناحية سرعة الحسابات. فلأجل أنه تستخدم الـ TF32 تخليه ترو، فراح يسرع عملية التدريب. ولازم تعرف بأنه الـ TF3 مود هو يكون داخل كودا، وما ممكن أن تصل له بشكل مباشر باستخدام Tensor.2 Torch.TF32. ما ممكن تقوم بهذا الشيء لأنه هذا الشيء غير موجود. جيد، فأنت اكتب TF32 تساوي ثرو ويشتغل عندك. وتحتاج إلى أنه الفيرجن الخاص بالتورش هو 1.7 فأكثر لتستفيد من هذه الفيتشر. وممكن نلاحظ بأنه العديد من البانش ماركس، النتائج اللي تحققت باستخدام الـ TF32 مقارنة بالبريسيشنز الأخرى، يعني حققت نتائج جيدة. هسه الآن شاهدنا بأنه كيف نقوم بتغيير الفلوتينج تايبس لزيادة السرعة. بس بعد اكو شغل ممكن نسويه، هنالك مساحة ثانية، مجال اخر نقدر نستخدمه لحفظ ذاكرة الجي بي يو، واللي هو الاوبتمايزر. الاوبتمايزر ذكرنا بانه يستهلك ايضا من الذاكرة. اغلب الاوبتمايزرز الشائعة اللي يتم استخدامها لتدريب الترانسفورمر موديل هو الادم اور الادم دبليو ادم او ادم ويت ديكي اوبتمايزر. ادم اوبتمايزر حقق نتائج جيده في التدريب من خلال او جيده بالاقتراب من الجلوبال مينيمم من خلال حفظ الرولينج افريج للبريفيوس جريدينتس. وها عملية الحفظ تضيف additional memory footprint، يعني تأخذ مساحة من الذاكرة حسب احتياج الأوبتمايزر. يعني هسه خلينا نناقش حل بسيط، هو إنه نستخدم alternative optimizer، أوبتمايزر بديل. على سبيل المثال أدا فاكتور، واللي يعمل بشكل جيد في بعض النماذج مع بعض النماذج، لكنه بشكل عام هو يكون انستيبل غير مستقر. لأجل ان تعرف شنو اول شيء، خلي الـ HF Trainer يحوي على كثير من الاوبتمايزرز اللي ممكن تستخدمها اللي ممكن تستخدمهم للحصول على الـ desired optimizer. simply ببساطة لازم نكتب hyphen hyphen optimizer flag اللي الـ command line في بايثون، وهنا نخلي المسار الخاص بال يعني حسب البيئة مالتنا، بيئة الـ transformer. examples pytorch translation run transformer.py script، وهنا نخلي الـ hyphen hyphen optimizer ونخلي مجموعة من الأوبتمايزرز. فعلى سبيل المثال إذا أنت تمتلك نيفيديا APEX installed،
فالهايفن هايفن اوبتمايزر ادم دبليو اي بي اكس فيوزد راح يعطيك الفاستست تريننج اكسبيرينس، عمليه التدريب راح تكون سريعه مقارنه بالادم اوبتمايزرز، يعني على اساس الجي بي يو. بحاله اخرى، في حاله انه ال8 بت بي ام بي اوبتمايزر ممكن يحافظ على حوالي 3 على 4 من الميموري اللي بشكل عام تستخدم من قبل ادم اوبتمايزر. في حالة انه هي تم تهيئتها على انه quantize all optimizer states، تكميم كل الحالات الاوبتمايزر، لكن في بعض الحالات بعض الاوبتمايزر states يتم عملية تكميمها quantized وراح يؤدي هذا إلى استهلاك أكثر للذاكرة، فيعني هذا مو دائما يكون جيد. هسه خلي احنا نقدر نجرب هذين الأوبتمايزرز. بالبداية لازم تعرف بأنه الستاندرد آدم يستخدم 8 بت لكل بارامتر، فهنا الأوبتمايزر راح يحتاج إلى 8 × 3 واللي هو تقريبا 24 جيجا بايت of GPU memory للاستخدام. طبعا على أساس هذه الفرضية هنا نقول بأنه let's get a feel for the numbers and use for example use 3B parameter model على سبيل المثال T5 3B parameter. ولازم تعرف بأنه بما أنه الجيجا بايت تقابلها بليون بايتس، عدد بايتس بليون، فنقدر أنه ببساطة نضرب البارامترز اللي هي تكون بالبليون مع الـ number of necessary bytes per parameters to get gigabyte of GPU memory usage. فمثل ما تلاحظ النموذج هو حجمه 3 جيجا بايت، فإذا ضربنا 3 × 8 النتيجة راح تكون 24 جيجا بايت للمستهلكة من الـ GPU. أوكي، هذا اللي هو الستاندرد آدم دبليو واللي يستخدم 8 بايتس for each parameter. جيد، هنا أنا أدا فاكتور يستخدم أكثر قليلا، أكثر من 4 بايتس أو قرب الـ 4 بايتس، فأربعة في 3 تكون 12 جيجا بايت، وبعض بعض الأحيان يكون أكثر. 8 بايت هو ال بي ام بي واللي هو كلش قليل، يعني فاثنين في 3 النتيجة راح تكون 6. 8 بت بمعنى بايت واحد، 2 بايت هنا او وهنا راح يسويها 2 × 3 النتيجة 6. فهذا راح يحسن الستيتس والكوانتايزد. هسه الادا فاكتور بدل من الحفاظ على الرولينج افريج لكل element بالويت ماتريكس، هذا فاكتور فقط يستخدم ال stores aggregated information اللي هو row and column wise sum of the rolling averages، واللي يقلل ال footprint شو اسمه considerably، يعني بشكل كبير. أهم داونسايد مشكلة بالادا فاكتور هو انه بعض السنتنسز بعض السنتنسز كونفرجنس ممكن تكون ابطأ من الادمز، و سو لذلك بعض الاكسبرمنتيشنز تكون غير جيدة. ف
فهنا ممكن نستخدم الـ add a factor ببساطة من خلال جعل optim equal to add a factor مثل ما تلاحظ هنا optim add a factor، فهذا أيضا يغير استهلاك الذاكرة. تلاحظ بأنه هنا هذا استهلاك الذاكرة، هنا ممكن نغيره هنا الـ add a factor optimizer وكل الطرق القديمة، فأيضا قللنا استهلاك الذاكرة. لكن مثل ما ذكرنا سابقا قد يكون الـ add a factor أسوأ من الـ add من ناحية الـ convergence. هناك أيضا alternative للـ add a factor واللي هو يدعى الـ 8 bit add-on، واللي يستخدم شوية نهج مختلف 8 bit add-on. فهنا أنا بدلا من أنه نقوم بعمل aggregation للـ optimizer states مثل حالة الـ add a factor، هنا أنا الـ 8 bit optimizer يحافظ على كل الـ states والـ quantizes ويقوم بتكميمها تقليلها. quantization هنا أنا تعني بأنه يحفظ أو يقوم بخزن الـ states بـ lower precision، بمعنى أنه الدقة مالتها شوي يكون أقل، ويقوم بعمل ديكوانتايزس لهذين الانفورميشنز للستيتس، و لما يريد يعطيها للاوبتمايزيشن لغرض الاوبتمايزيشن. هنا هذه الفكره هنا بهذا الاوبتمايزر مشابهه لفكره ال اف بي 16 تريننج، حيث انه هنا الفاريبلز نحاول نحفظها بطريقة بلور بريسيشن، فنفس الفكرة هنا. فكمختصر لكن عكس الـ previous approaches، هذا الطريقة ما موجودة ضمن الترينر كـ simple flag ممكن تستخدمه، فنحتاج انه نقوم ب تحميل الـ 8 bit optimizer وكذلك تمريره الى custom optimizer to the trainer، وكذلك هنا لازم نتبع الـ installation guide من GitHub للقيام باستخدامه. لما نقوم بتحميل هذا الـ optimizer ففقط نحتاج ان نقوم بتهيئة فأول شيء يحتاج أنه نقوم بجمع البارامترز الخاصة بالنموذج إلى جزئين، حيث أنه هنا أنا راح أصير هي الفكرة أنه خطوتين عندنا. أول شيء نحتاج أنه نسوي مجموعتين، أول شيء لازم نجمع البارامترز model parameters into two groups، نسوي المجموعتين. بأول مجموعة راح نطبق الـ weight decay، بينما المجموعة الثانية ما راح نطبق الـ weight decay. هو بشكل عام الـ biases الـ bias terms والـ layer norm parameters ما يحتاج أن نطبق لهن الـ weight decay، فليش نسوي لهن؟ لكن نحتاج للأوزان الخاصة بالشبكة، نحتاج أن نسوي لهن نطبق لهن الـ weight decay يفيدنا أثناء التدريب. بالخطوة التالية بالسكند ستيب فاحنا فقط نحتاج انه نقوم ب augment housekeeping لاستخدام نفس البارامترز اللي نفس البارامترز اللي استخدمت بالادم اوبتمايزر، ولازم تعرف بانه لاستخدام ال 8 bit optimizer مع الـ existing pre-trained model هو أنه التغيير للـ embedding layer مطلوب يكون. هسه خلينا نشوف هذا الأمر. هنا بالبداية نزلنا احنا الـ bit optimizer 8 bit optimizer، سوينا نزلنا الـ BMB الـ PyTorch الـ transformers gets parameter names، فهنا نكتب from transformers.train
trainer PT utils support gets parameter names, لأنه راح نفصلهم إلى two groups، إلى مجموعتين أو إلى جزئين، فهذا الشيء ضروري. ف training arguments تساوي training arguments، هذا هنا نمرر الarguments، نمرر batch size وغيرها من الأمور. decay parameters، هنا عندنا decay parameters اللي راح نطبق عليهم weight decay. فهنا نكتب get parameter names، نمرر النموذج ونمرر الانان دوت layer norm، فحصلت على decay parameters. هنا عندنا ايضا decay parameters، راح نسوي هذا اللوب. هسه نجيب هذا decay parameters، decay parameters نمر على كل name كل اسم هنا، فنشيك if bias not in name، في حالة انه البايس ما موجود بالنيم فلازم نضيف النيم لل decay parameters. هنا عندنا الاوبتمايزر جروب parameters. الاوبتمايزر جروب parameters عندنا قلنا two groups، اول جروب اللي راح نطبق عليه الويت ديكي، فهنا البارامز تساوي هنا نطبع على البارامترز، راح ناخذ الموديل دوت نيم بارامترز، فناخذ النيم وكذلك البارامتر، ناخذ البارامتر ونشيك اف النيم يكون بالديكي بارامترز، في حاله انه موجود فراح نضيف لهذا القائمه، في حاله لا ما راح نضيف. فالويت ديكي هو انه شنو training args، واللي هو هذا المكان اللي هنا هذا الاوبجكت دوت ويت ديكي لهذني البارامترز. اوكي بهذه الطريقه على مود نسوي بارامترز جروبس. فاحنا سوينا البارامترز وسوينا الويت ديكي، نفس الشيء هنا ما راح نسوي ويت ديكي في حاله انه الاسم ما موجود بالديكي بارامترز، الاسم الخاص بالمودل، المودل نيم بارامترز مو موجود بال ديكي بارامترز، فبالحالة ما راح نطبق اي ويت ديكي ونخليه صفر. هذه هي الحالة. اوبتمايزر كيوردز هنا الكيوردز ارجيومنتس عندنا كثير من الارجيومنتس للاوبتمايزر، مثلا الداتاس، وممكن انه تاخذ الفاليو الخاص بال بيتاس from التريننج arguments، اي وكذلك الديفولت فاليو لل بيتا 1 بيتا 2. هنا نفس الحاله الابسلون ايضا تاخذها من التريننج arguments، يكون باي ديفولت يعني في حاله التمام عينهم فانه موجودات باي ديفولت. طبعا هذا راح يسرع عملية التدريب، او يعني راح من ناحية الخزن راح يكون افضل، ما راح يخزن هو، وانا لاحظنا انه قضية الاوبتمايزر جاي يسبب لنا مشاكل. هنا learning rate ايضا انت محدد learning rate بالtraining arguments، هنا راح تسوي object للoptimizer bmp.optimizer.adam، راح تمرر optimizer group parameters وكذلك البيراس والابسلون والليرنينج رايت، كل راح يتم تمريرهم. الان بعد ما خلصنا كل هذه الامور، we can now pass the custom optimizer as an argument to the trainer، نقدر انه نقوم بتمرير هذا الكاستم اوبتمايزر للترينر. شلون نقوم بهذا الامر؟ ترينر وعندنا هذا الاوبتمايزرز، وتمرر الكاستم اوبتمايزر اللي سويته، بدل ما تستخدم الادم دبليو اوبتمايزر فانت مررت الاوبتمايزر الخاص بيك، راح تبدا عمليه التدريب. هنا هذه طبعا بدون اي طريقه من الطرق اللي جربناها سابقا، فطلعت النتائج، هذه هي النتائج اللي طلعت. لكن في حاله طبعا التايم الوقت يعني جيد،
نطبق كل طرقنا مع هذه الطريقة أكيد راح نلاحظ بأنه المساحة الخزنية راح تكون أقل، وهذا اللي صار. الجيجا بايت 5.3 جيجا بايت، فهنا مرة ثانية قللنا الميموري يوزج، فتحسين النموذج يعني صار بثلاث أضعاف. طبعا هذين الأمور كلين يفيدنا، كلين يفيدنا، كل ما تحسن بالنموذج، كل ما تقلل الوقت المطلوب أو كل ما تقلل المساحة الخزنية اللازمة للنموذج، كل ما كان أفضل بالنسبة إليك، كل ما كان هذا الشيء أحسن بالنسبة إليك، كل ما تقدر تزود الباتش سايز، وهذا يؤدي إلى أيضا سرعة أكبر وكثير من الأمور. فاحنا نحاول نقلل ذني الأمور كلها. فهنا عندك هذا المخطط الجي بي يو يوزيج لكل واحد من هذني يعني تأثير الجي بي يو على الطرق اللي سويناها سابقا. بالبداية احنا النموذج هل قد استهلك ذاكرة من بدت عملية التدريب؟ شوف وين وصل ذاكرة واي. من استخدمت الجريدينت اكيوميليشن قللتها تقريبا للثلث او النص، ومن استخدمت الجريدينت تشيك بوينتس ايضا قللتها، من استخدمت ال FP16 قد شوية زادت لكن جيدة، من استخدمت ال Ada Factor Optimizer قلت كلش المساحة الخزنية اللازمة، طبعا مع العلم انه السرعة جيدة ايضا. هنا مالتي تنسورز، نتكلم عن المالتي تنسورز. باي تورتش نايتلي يقدم لنا التورتش دوت اوبتيم دوت مالتي تنسور، واللي ممكن انه يحسن السبيد اب للاوبتمايزر في حالات لما يكون a lot of small feature tensors، في حالات تكون بها الكثير من الفيتشرز الصغيرة. فممكن ايضا تستخدمه هذا، طبعا بالمستقبل راح ايضا يضمنوه بالترانسفورمرز. طبعا اذا تريد تستخدمه يعني وموجود بال هنا أنا ممكن نشوفه بالجيت هاب. using accelerate اللي نتذكره سابقا هو كيفية يسوي management، ينظم عملية التدريب على أكثر من GPU. فإحنا سابقا استخدمنا الترينر to run the experiments، لكن هنالك مور فليكسبل alternative يعني بديل افضل واكثر مرونه وريحيه للترينر، هو انه تستخدم الاكسلريت. بالاكسلريت فانت راح تمتلك فول كنترول، سيطره كامله على الترينينج لوب، وممكن انه تكتب او رايت ذا لوب باستخدام الباي تورتش بدلا من استخدام الترينر، مع بعض الشغلات البسيطه اللي ممكن تسويها minor modifications. و in turn it allows you to use scale across different infrastructures، واللي هي GPU CPU TPUs أو distribution multi GPU steps بدون تغيير الكود على الإطلاق. خلينا نشوف شلون نقدر نسوي هذا الأمر. بالبداية راح نسوي التريننج arguments، هذني الأمور عندنا الـ pre-device train batch size 1، الـ gradient accumulation steps 4، الـ gradient checkpointing true،
ال اف بي 16 ترو وباقي ال نقدر نقول باقي الديفولت arguments اللي نريد نضيفهم بالبدايه حددناه. هذا التريننج لوب باستخدام الاكسلريت اللي يكون اتوقع اكثر اريحيه من ذاك القديم من الترينر اللي كل شيء ما يخليك تشوف يعني. ومن الاكسلريتر تخلي الداتا لودر تحمل داتا لودر تمرر الداتا سيت. الباتش سايز ايضا تساوي التريننج اكس دوت بير ديفايس ترين باتش سايز. فهسه انت عندك ال داتا لودر. فهنا أنا if training ax dot gradient checkpointing في حالة إنه أشوف في حالة إنه تريد تشغل ال gradient checkpointing فلازم تكتب model dot gradient checkpointing enable. فلأنه هنا أنا ما عندنا الترينر فلازم نسوي هاي الفقرة. وكذلك الحال بقضية ال mixed precision أيضا لازم نسويها. من نسوي الاكسلريتر الاكسلريتر نسوي الاكسلريتر وهنا تخلي ال FP16 تساوي ال training arcs.FP16. فإذا تريد انه تفعل mixed precision لتسريع عملية التدريب فتقدر تمرر ال training arcs.FP16 تخليه true. هنا الاكسلريتر.prepare راح تهيئ الاكسلريتر وهذا شيء ضروري. تمرر المودل تمرر الاوبتمايزر اللي تريد تستخدمه مثلا ادم بي ام بي اوبتمايزر داتا لودر. حصلت على المودل اوبتمايزر داتا لودر تقدر الان تبدا عمليه التدريب بدون اي مشكله. ف نعم راح تمر على كل باتش بالداتا لودر وراح تمرر الباتش للمودل وتحسب اللوس. حسبت اللوس احنا هنا راح نسوي قضية الـ gradient accumulation بشكل مانيوالي. ما دام بشكل مانيوالي فراح عندنا هذه loss تساوي loss مقسوم على الـ training arcs dot gradient accumulation steps. بهذه الطريقة راح تقدر تسوي الـ gradient accumulation وتقوم بعمل خطوة تدريب. هنا أنا في حالة انه الستيب modular training arcs dot gradient accumulation steps تطابق الصفر ف راح تقوم باستخدام الاوبتمايزر للتحديث وكذلك راح تقوم بتصفير كل الجريدينتس ضمن الاوبتمايزر. فهنا هي الفكره بشكل عام انه ما راح تحدث بشكل تلقائي وانما بعد ما تمشي عدد كافي من الستبس اللي تحدثها بعد ذلك راح تبدأ التحديث. لأنه أنت عندك الآن ال عندك ال gradients ال average gradients لعدد n من ال steps لعدد n من ال batches ال small batches. فهذا لما كنا تحددها راح تبدأ عملية التدريب. فهنا مثل ما لاحظت بالبداية لازم نسوي wrap لل data set على data loader فنحولها إلى data loader. بعد ذلك نقوم بعمل enable the gradient checkpointing من خلال استدعاء ال models gradient checkpointing enable method. وبعد ذلك نقوم بعمل initialization للاكسلريتور ونحدد اذا نريد نستخدم ال mixed precision training او ما نريد نستخدمه. في حالة نريد نستخدم ال mixed precision بالتريننج فلازم نقول للأكسلوريتر إنه نريد نستخدم الـ mixed precision. وهنا أنا من خلال الـ prepare method فلما نقوم بمنادات الـ data loader بيعطينا batch فراح يتم توزيع هاي الـ batches على الـ على الـ resources اللي عندنا على multiple GPUs مثلا. فأنت مثل ما جاي تلاحظ احنا كل خطواتنا هسه يعني نقدر نقول انه كلها طبقت على جي بي واحد او على مالتيبل جي بي يوز بدون اي مشكله وبدون اي مشكله عندنا. طبعا حتى التي بي يو ممكن ايضا نستخدمهن فيه. وهنا مثل ما تلاحظون تم استخدام ال 8 بت اوبتمايزر اللي يكون
جيد من ناحية السرعة وغيرها من الأمور. بالنهاية ممكن أن نقوم بكتابة المين ترينينج لوب، قمنا بكتابته. الباكورد كول نقوم باستدعاء من خلال الأكسلوريت، وكذلك راح نقوم ب راح نتعلم كيف انه الجريدينت اكيوميليشن وركس. هنا اللوس اول شيء راح نسوي نورماليزيشن لللوس لاجل انه نحصل على الافريج at the end of accumulation، نحصل على الافريج لوس بنهاية الاكيوميليشن، فنجي نجمعهن نسوي نورماليزيشن الى نحصل على الافريج لوس. وبمجرد انه نمر خلال عدد كافي من الستبس، نقضي عدد كافي من الستبس، راح نفعل الاوبتمايزيشن. هسه السؤال قد يكون هل ممكن هذا التريننج لوب ياخذ نفس كمية الذاكرة اللي نحتاجها او لا؟ Does this use the same amount of memory as the previous steps or not؟ فنستخدم الدالة الخاصة بنا واللي هي print GPU utilization، وتلاحظ انه نفس الشيء، نفس الاستهلاك الميموري بالذاكرة واللي هو يكون قليل جدا، لان طبقنا كل الطرق اللي نعرفها. ف تنفيذ كل ذني الاوبتمايزيشن تكنيكس باستخدام الاكسلريت هو مجرد يساعدك بانه شلون تتعامل مع المصادر المتعددة خلال التريننج. والتريننج لوب كلش يعني نقدر نقول عنه انه فليكسيبل بالنسبة لنا. الآن ننتقل للديتا لودر. واحد من الـ important requirements، المتطلبات الرئيسية لأجل الوصول إلى great training speed تدريب سريع جدا، هو أنه القابلية على تغذية الـ GPU بأعظم سرعة هو ممكن أنه يتعامل وياه. تلقائيا افتراضيا كل شيء موجود بالمين بروسيس، يعني انا قصدي هنا بانه شلون تختصر الدرب بسرعه بانه توصل بيانات الجي بي يو من الديسك، فقد انت ما تقدر بسرعه تحمل او تصل بسرعه او تقرا بسرعه من الديسك بسرعه كافيه، فهذا يعني راح يصير مثل الباتلنيك، راح يؤدي الى انه جي بي يو راح تقل كفاءته. فهنا الديتا لودر عندنا البن ميموري تساوي ترو، هذه تتاكد بانه الديتا تم تحميلها بالبنت ميموري بالسي بي يو على السي بي يو، وهي بشكل عام تقود الى much faster transfer، الى تسريع عملية نقل البيانات ما بين السي بي يو والجي بي يو. وكذلك عندنا الديتا لودر number of workers يساوي 4، واحنا راح نستخدم اكثر من worker، اكثر من معالج لتحميل اسرع البيانات خلال التدريب. خلال التدريب شاهد او راقب الجي بي يو يوتيلايزيشن ستيتس، وراح تلاحظ بانه جدا بعيده عن ال 100% اكسبيرمنت مع زياده عدد الوركرز. هنا بالطبع انه البروبلم ممكن ان تكون جدا كبيره، او في حالة انه انت استخدمت very big number of workers ممكن تصير مشكلة بمكان اخر
ايضا ما راح تحسن الاداء، فهي عندنا مشكله بالديتا لودر. لكن من الجيد انه تخلي البين ميموري ترو او وتخلي النمبر اوف وركر 4. طبعا حسب النمبر اوف وركرز اللي عندك، ديب سبيد 0 يعني هنا المعلومات الدقيقه on how to use deep speed ممكن نلقاها بهذا المكان، لكن انا خلي ناخذ نظره عامه. fast quick decision tree هنا المودل ممكن انه نخليه على single GPU ونمتلك enough space space مساحة كافية to fit small batch size. بهذه الحالة إذا المودل ممكن يكون موجود بالجي بي يو، ممكن لمساحة بالجي بي يو مع مساحة لباتش سايز single batch size small batch size، فبالحالة ما تحتاج انه تستخدم الديب سبيد زيرو، هذا فقط راح يخليك تبطئ كل الامور. فهنا هذا المودل ما ممكن تخليه على سنجل جي بي، المودل حجمه كلش كبير قد يكون 16 جيجا بايت، او ما تقدر انه تدرب النموذج على سمول باتش ولو صغيره، فاستخدم الديب سبيد زيرو زائد السي بي يو اوف لود، وكذلك ال much larger models NVMe offload. اوكي مثلا الان اذا القرار decision tree اقترح انه تستخدم ال deep speed، فانت تحتاج اول شيء انه تنصبها وتتبع احد الجايدز الموجوده لتكوين الكونفيجوريشن او لعمل الكونفيجوريشن فايل واستخدام الديب سبيد. الاكتيفيشن اتش اف ترينر ممكن تشوفه متواجد بال اتش اف ترينر بيست اكزامبل والكاستم اتش اف ترينر بيست بروجرام، وبالإضافة إلى أنه مثلا أنا بس مجرد تسوي training arguments deep speed وتحدد المسار الخاص بالconfiguration file. هنا أنا deployment notebooks أيضا ممكن نشوف هذا الجايدز، custom training loop أيضا ممكن نستخدم deep speed بالcustom training loop. هذا يكون complex لكن ممكن انه تتعلم كيف انه تقوم باستخدام الديب سبيد لهذا ال اتش اف ترينر او للتريننج لوب. لكن بحالة ال اتش اف ترينر simply search for deep sort in the code. ممكن يعني مجرد طبعا الكود الخاص بالـ HF Trainer ونشوف وين مكان الـ Deep Speed وشلون نستخدمه. Choice of GPU اختيار الـ GPU بعض الأحيان حتى لما احنا نطبق كل ده التعديلات الـ Speed الخاصة بالـ GPU أو الـ Usage الخاصة بالـ GPU قد ما تكون كافية. كحل أبسط ممكن تستخدم تغير نوع الجي بي يو الخاص بك، على سبيل المثال تبدل from على سبيل المثال كي 80 واللي بشكل عام تحصل عليه بجوجل إلى ال fancier جي بي يو إلى جي بي يو أفضل، على سبيل المثال V100 أو A100 لكن بالطبع راح يكونون أغلى وأكثر كلفة مقارنة بالجي بي يو الرخيص.
بسبب انه الميموري الخاصة بيهم لارج وانه الاركيتكتشر الخاص بيهم فاستر. Now الان let's take a step back and discuss what we should optimize for when scaling for training of larger models. خلي نرجع. بالبداية خلينا نتكلم عن how to scale، يعني كيفية التعميم. لما تقوم بتدريب نماذج واللي تكون يعني من جميع النواحي غير جيدة، فلازم نسوي optimization. مثلا data throughput، training time أو بمعنى training time والmodel performance. احنا شاهدنا بأنه كل طريقة تغير الميموري يوزيج والسرعة كذلك. In general بشكل عام نحتاج أنه نسوي maximize للثروبوت للسبيد، يعني عدد معالجة يعني عدد السامبلز اللي نعالجها خلال كل ثانية، لتقليل التريننج كوست، كلفة التدريب. كل ما كان التدريب أسرع كل ما قل الكلفة، وهذا بشكل عام يتم تحقيقه من خلال استخدام جي بي يو، يعني الاستفادة من الجي بي يو قدر الإمكان. على سبيل المثال ملء ذاكرة الجي بي يو بشكل كامل، يعني توصيل الجي بي يو لحد الكامل. على سبيل المثال كما ذكرنا سابقا احنا فقط قمنا باستخدام الـ gradient accumulation عندما أردنا أنه نكبر الـ batch size أكثر من اللي يتوقع الـ GPU إلى desired batch size fits into the memory of the GPU. فبهالحالة ماكو سبب to apply gradient accumulation، يعني في حالة انه يعني انت الـ desired batch تقدر تخلي بالميموري، فشنو السبب انه تخلي تسوي gradient accumulation اذا انت يعني مثلا ردت انه تسوي batch size 64 جيد والذاكرة مال جي بي يو تسمح لك انه تخلي 64، فما تحتاج انه تسوي gradient accumulation. ممكن يأثر على الشغل مالتك لانه مثل ما ذكرنا يبطئ الشغل. مثلا انت مقتنع بعشرة samples بكل batch كbatch size، فما تحتاج هذا الامر فنزيله ما نحتاجه. The second objective، الهدف الثاني، is model performance، اداء النموذج. ايضا احنا نكون خلي اداء النموذج جيد، فقط بمجرد انه نقدر ندرب النموذج. هذا ما يعني انه نستخدم لارج باتش سايز، يعني مو دائما باتش سايز اللارج يكون هو الطريقة الصحيحة. يعني بعض الاحيان ضع باتش سايز طبيعي قد يكون 32، يعني بعض الأحيان غير جيد أنه تستخدم batch size كبير. كجزء من الهايبر بارامتر تيوني أنت لازم تحدد شنو الباتش سايز اللي يعطيك أفضل نتائج. بعض الأحيان باتش سايز كبير قد ما يعطيك نتائج، هذا أيضا جزء لازم أنت تبحث عنه وتشوف شنو الباتش سايز الأفضل بالنسبة لك. قد تكون بعض الأحيان بالبداية لما تريد أن تقوم بالاختبار قد تقوم باستخدام الـ gradient accumulation، لكن ممكن بعدين تدرك بأنه ما تحتاج هذا الباتش سايز الكبير اللي إلا يتحقق بالـ gradient accumulation. ممكن تستخدم باتش سايز صغير ونفس النتائج تحقق بدون أي مشكلة. efficient software pre-builds، okay. PyTorch PIP Conda builds، هذا
الأمر، هذا الشيء، هذا الباكج تجي مبنية مع الكودات توركيت، وهذا يكون كافي لاستخدام الباي تورتش. لكن هو مو كافي إذا أنت تريد تحتاج إنه تسوي كودا اكستنشنز، أوكي؟ يعني لاستخدام كودا مع الباي تورتش ماكو مشكلة، لكن كاكستنشنز كتوسعات لا. At times it may take additional effort to pre-build some components. على سبيل المثال إذا أنت تستخدم libraries مثل APEX اللي ما تأتي مع pre-compiled بحالات أخرى configuring أو figuring out how to install the right Coda toolkit. بعض الأحيان ما تحمل الكودا toolkit المناسب أو أنه يعني بين مجموعة من أنواع toolkits لمعالجة these users needs. PyTorch and NVIDIA أطلق new version للNGC Docker container واللي هو مسبقا يأتي مع everything pre-built and you just need to install your programs on it and it will run out of the box. المهم يعني هاي مجرد أمور لها علاقة ما بين الكودا والPyTorch. هذا النهج يكون أيضا مفيد إذا تريد أن تضبط أو نعم تضبط الPyTorch source تقوم بعمل new customized build. لأجل إيجاد الدوكر ممكن نضغط هنا. الآن ننتقل لموضوع ثاني اللي هو sparsity mixture of experts. Quite a few of recent papers يعني مجموعة من الأوراق البحثية يعني تكلمت عن انه 4 إلى 5 اضعاف التريننج سبيد سرعة التدريب والفاستر انفرنس هو من خلال انتجريتنج ميكستشر اوف اكسبيرتس واللي هو ام او اي بالترانسفورمر مودلز، وذلك نتيجة لانه تم اكتشاف انه اغلب البارامترز تقود الى بيتر بيرفورمانس. فهذه التكنيك تسمح لنا انه نقوم بزيادة الـ number of parameters، عدد الـ parameters من خلال الـ order of magnitude بدون الـ تأثير أو increasing للـ training cost. بهذا النهج كل FNN layer يتم استبدالها مع الـ MoE layer واللي تحوي على الكثير من الـ experts واللي تكون gated function اللي تدرب each expert in balanced way بطريقة balanced تكون واعتمادا على الـ input tokens position in a sequence. مثل ما تلاحظون هنا بهذا الرسم عندنا FNN layer استبدلت ب expert layer. ما تكلمنا عنه وايد لأنه فقط هي طريقة يعني لتحسين النتائج البرفورمانس ممكن تستخدمها. طبعا المين دروباكس اللي بهذا الابروتش هو انه يحتاج انه يعني ياخذ من الجي بي يو ميموري. هنا أنا راح ننزل بعد لي السكيلينج بياند سنجل جي بي يو. سكيلينج بياند سنجل جي بي يو بمعنى انه تستخدم اكثر من جي بي يو
بعض التطبيقات على سبيل such as مثلا pre-training large language models طبق كل الطرق اللي ذكرناها وما تكون كافية بالنسبة لنا. بهذه الحالة فأنت تحتاج أنه تسوي scaling للإكسبرمنتس الخاصة بك لمجموعة من الـ GPUs. والسبب الثاني، الحالة الثانية لاستخدام أكثر من GPU في حالته أنه النموذج ما ممكن تخليه على single GPU حتى مع كل الطرق السابقة اللي ذكرناها. فأكو بعد more methods ممكن يتم تطبيقها لأنه دائما نلقى حلول جديدة. فهذا عادة يتضمن أنه pipeline تسوي pipeline أو tensor parallelism. فهنا النموذج راح يتوزع على عدة GPUs وممكن تستخدم الديب سبيد واللي يتم اللي هو منفذ تم تنفيذه يتم تنفيذ داخل بعض البارالزم استراتيجيز مع بعض الاوبتمايزيشن لتخفيض او تريديوس ميموري فوتبرنتس. على سبيل المثال partitioning the optimizer states. الآن inference with the torch dynamo هنا torch dynamo is a new tracer that uses Python's frame evaluation API to automatically create FX traces. يعني أنا قصدي سوي تتبع للإكزيستنج بايتورش بروجرامز بعد ما يسوي كابتشرينج للFX جراف. فأكثر من باك إندز different باك إندز ممكن يتم توظيفه to lower the graph لتحديث ال engine. ممكن أن تختار one option for performance boost، يعني أيضا هاي طريقة للتحسين. إن التورش دينامو لا يزال يعني بتطور وبتحسن للباك إندز، تحسين الباك إندز، واللي ممكن تلقاه بالباك إندز دوت بي واي سكريبت. هسه احنا ما شرحنا عنه لان هناك هواي طرق تطوير، شرحنا بس عن الاساسيات. debugging back ends كذلك عندنا، وال training and inference back ends. الان احنا خلصنا ال training on one GPU. هسه راح بالمحاضرة الجاية راح ننتقل للتريننج on many GPUs. شكرا للاستماع.